حقيقة احنا انطونا اجازة مفتوحة ما نعرف لان ما صدر شيء رسمي، التبليغ شفهي انه شهرين انه ثلاثة اشهر انه اكثر ما نعرف. فالمطلوب من إدارة المصنع انه توضح لنا بأمر إداري وتحدد لنا الإجازة اللي منطيني اياها شهرين. احنا اجور وعقود بشكل عام للمصانع الألبسة. ثاني شيء جاي يصير يعني يشاكون هم سيولة ماكو، ليش جاي يعينون عقود جدد؟ هذا ثانيا. ثالثا اللي اكو جماعة مستثنيهم، يعني احنا نريد العدالة، لو الكل يقعدون لو الكل يداومون ماكو، والله هذا كل ما انضموا جماعة اثنين ثلاثة هذول مستثنين، هذول خياطات، هذول مدري شنو بغير تعبير مثل شنو. فاحنا لازم القرار يمشي على الكل. العدد لنا 430 وبعد شو اسمه انتصرنا فوق ال 444 450 ما نعرف. ثاني شيء احنا لحد الان 50 يوم ما معطينا راتب. احنا نريد الراتب يستمر، يبقى مستمر ولا يستثني لا جماعه خياطه ولا جماعه حمايه. عنده حمايه 50 واحد مستثنيهم بالدوام، ليش هم المدير ما اعرف، المهم مستثني 50 واحد من الحمايه بالكتاب ماله، هذول ليش مستثنيهم؟ واحنا جماعه اللي نبيع غراض بيوتنا وندفع ايجارات وما عندنا يعني قوت يوم بيومه، ليش يستثنينا ويقولنا روحوا اقعدوا بالبيوت؟ يعني هسه ايجار انطوكم مفتوحه بدون راتب؟ بدون راتب، اي راتب اي حق ما ظل لنا، يجوز بعد شهر نجي نفوت المعمل يقول لك انت على ياسس جاي، لا تطب المعمل. واحنا صار لنا انا صار لي 10 سنوات اجر يومي اخذ 100,000 100,000 ومنطيني هويه محولني على اساس عقد، واي حقوق مع العقد انا ما عندني. نظفنا شوارع، كنسنا، قضبنا ماسحات، كلها طبعا اصحاب شهادات قضبوهم ماسحات قاموا يكنسون، ما قلنا لا يعني اشتغلنا احنا اللي نظفنا المعمل وسوينا، وهسه على التالي يقول لنا روحوا اقعدوا بالبيوت اجازه مفتوحه. احنا عقود واجور ورواتبنا 50,000 كل 100,000 كل 50 يوم، واحنا هاي الداوم يريدون يقعدونا، شلون نقعد؟ احنا 11 سنه خدمه واللي اكو 25 سنه هم خدمه وماكو رواتب، يقولون تقعدون وماكو رواتب. شنو مطالبتك؟ احنا نريد التثبيت، نريد دوام رسمي، لو حتى نداوم رسمي يوميه وعلى رواتبنا احنا. دي قعدنا اذا شهرين واذا ثلاث اشهر واذا خمس اشهر. زين شو محمود دخيل، استاذ محمود دخيل ما قعدنا. اشمعنا استاذ فراس يريد يقعدنا؟ اشمعنا؟ انا اريد افتهم. هاي وحده، واثنين هاي الكيكارد العقود، الكيكارد يقولوا روحوا استلموها، ومن صفحه اروح اسال مدير الحسابات ها يقول لي لا تروح انت استلميها، انت راح تقعدين، انت هيك راح تقعدين، واخذوا 25,000 من هاي ال 100 اللي نستلمها كل 52 يوم. سيوله ماكو، ليش سيوله ماكو؟ اوكي ما يخالف سيوله ماكو، لا ينطي الخطوره. الخطوره لا ينطيها، خلي الخطوره ينطيها اللي والغير والغير. ها اللي عدا خدمه 25 سنه اجور، واللي 12 سنه، واللي 10 سنوات، واللي 15 سنه، خلي من بدل ما ينطيهم خطوره. هذول الدوام صباحي قاعدين كل النهار قاعدين لا شغله ولا عمل، ينطي بدل ما ينطي الخطور لهذول ينطي الخطور لنا. قال الاستاذ فراس قال اما انت لكم ثلاث رواتب. زين وين ثلاث رواتب راحت؟ اريد اعرف وين ثلاث رواتب؟ قال ليش شهر 12؟ ليش شهر واحد انا املك ثلاث رواتب؟ بعد هذا الشهر ما استلمنا لحد الان، العاشر وال11 وال12 ما راح نستلم من يقول، على حد يقول ما نستلم. اجازه جبريه بلا راتب. اجازه جبريه بلا راتب. زين الحين على اساس نقعد اجازه؟ هاي هسه انا هاي دحق عليها، هاي مال الطبيب 50,000. زين انا مين اجيب 50,000؟ عندي معوق. عندي معوق. ها؟ اللجنة جت من بغداد مو قالت رواتبكم مستمرة 100,000 و150؟ ايه مستمرة، احنا ها صار لنا 12 سنة رواتبنا مستمرة، 12 سنة. 12 سنة. رواتبنا مستمرة، زين هسه ليش انقطعت على أساس؟ كنا وقعنا علاقة 350,000، بس لحد الآن ناس تستلم 100 وناس تستلم 150، ما حد استلم 350 لحد الآن. وهاي كل الولد يشهدون يسمعون. نعم صحيح. أحد فيكم استلم؟ لا. أحد استلم؟ أحد أخذ؟ ما حد أخذ.